السلام عليكم، صحة رمضانكم. مرحبا بكم في كنزي بليده، دائما مع منتو جديد. اليوم خيرنا لكم هذه الاشواغ بلوند بلا مارك بوش. كما كنتو تشوفوا الديزاين تاعو صغير ما يشدلكش بلاصه في البلان دو طرافاي، اون ميم طون بزاف بويسون روبوست، فيه 1600 وات، يجي فيه دو ديسك تاع لا فيوند رقيقه، و اون ميم طون يجي فيه الخشينه، يجي فيه لي ديسك باش يخدموا لك لي بتي فور، دو ديسك تاع لي بتي فور، يجي فيه اون ميم طون دو ديسك تاع الباستا، وتجي فيه اللي تخدم منا المرقاس. لاسيات تاعو باش تحطي اللحم تاعك ولا لاباط ولا، تجي فيه هذه باش تابويي باش تطبعي اللحم تاعك ولا لاباط. عندنا لي ديسك كيفاش تبدليهم، حاجه بزاف سهله، يسوفي تنحي برك هذا، تنحي الديسك ولا كان فيه الداخل. عندنا هاد الحفرات دائما لازم تجي مع هاد القفله اللي تجي لهنا. حاجه بزاف سهله، و او ميم طون تشعلي لاصباغ تاعك، تجي في دو فيتاس، تقدري تزيدي لولا تنقصي لو تاع فيتاس في دوزيام. يعطيكم صحة، نتلاقاو مع فيديو جديد ان شاء الله، مع غوبو جديد نخيروه لكم في رمضان. صحة فطوركم.